حد لقاح كورونا الجرعة الأولى والثانية؟ إيه حبيبتي، أخذتها بمستشفى البقاع أول جرعة والثانية. أخذتهم الأول مرة وثاني مرة. أخذت بس أول الجرعة، الجرعة الثانية ما أخذتها. لا أخذت لا جرعة أولى ولا جرعة ثانية. الأولي والثاني. طب وأنت مع الجرعة الثالثة أنك تاخذها؟ ما أصلا ما عاش في كورونا بلبنان. عشو بس عملوا صفقة منشان الكمامات ومنشان الطاتش وما عاش في كورونا. ثالثي ليش شو بدي فيها؟ لا بدي أسافر ولا بدي أروح ولا بدي أجي. طب هي بالعلم أنه أي لقاح بيتاخد بيصير في أعراض وهذا الشيء طبيعي بالجسم، ردة فعل الجسم. أوكي بس أنه أنا مش قصة الأعراض، أنا خفت أنه هايدي أنه صاروا ناس يحرموه وناس يحللوه. أنا علي بس لأنه كرمال شغلي بس هيك طلعت البطاقة. شو سابق أعراض؟ أول جرعة كتير تعبت، ضلتني يعني طول النهار مثل الجريب صابني ووجع بكل جسمي. الجرعة الثانية ما أثرت علي وإيدي بالطبع كتير وجعتني. بنتي عمرها 21 سنة كتير تعبت. ولا أي شيء الحمد، ولا أي عارض صار عندي، لا حرارة ولا أي شيء. طب ليه ما أخذت الجرعة الثانية؟ شو السبب؟ همتي تيلي بدي روح وإجي بس منشان هيك كللتم روي روح. شو دور الجمعيات والمنظمات كانت على الأرض؟ كتير اجوا جمعيات وكتير نصحونا انه ناخذ اللقاح. عم يستفيدوا من الناس بس مش اكثر، في شغلوا ناس من عندنا من لبنان حتى يستفيدوا بس مش اكثر. ولا جمعيه اجت قالت لنا خذوا ولا ما تاخذوا. عده جمعيات اجت عملت عنا محاضرات ووعي ونصحتنا باخذ اللقاح، بس احيانا نحن في يعني شباب من عندنا عم تسجل على الروابط او بالمدارس بيقولوا لها خلص اللقاح. الناس اللي ما أخذت اللقاح شو بتحب تقول لهم؟ منصحهم انه ياخذوه، يعني اليوم بلاش بجوز بكره يصير مصاري. هلا في عالم حتى هون مخيمنا عندهم فزع انه بعد سنتين انه قال بده يعطوهم اللقاح انه يموتوا. مين بده يعطي اللقاح بعد سنتين يموت؟ شو بده يموتوا الشعب كله؟ كل واحد يعني ياخذ. والله احنا اولادي وكلهم بنتي كلهم اخذوا. ياخذها ثالث جرعه لو ما له نتيجه منيحه، ما كانت الدول طلعته واعطته للعالم حتى تتلقح فيه. والله هاي بتصير كل واحد عنده قناعة براسه، عارف كيف؟ أنا ما اقتنعت لأنا ولا عائلتي ما كناش ناخذها. ما حدا مقتنع كمان، مو بس المخيمات، أحيانا كمان بتلاقي برا المخيمات إنه ما حدا مقتنع بهذا اللقاح. شو السبب؟ خلص إنه هو مرض قريب عادي. وأنت شو برأيك؟ أنا برأيي يعني هو إجى على الزمن هذا فيروس بدنا نتخلص منه، شلون كيف؟ عن طريق هذا اللقاح.